مرافقة المستثمرين عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. اللجنة الولائية المكلفة بمرافقة المستثمرين دوريا تقوم باجتماعات دورية، وفي هذا الإطار لتسهيل يعني المستثمرين للحصول على الرخص الاستثنائية أو الرخص النهائية، قامت في المدة الأخيرة بمنح 9 رخص لفائدة الاستثنائية لفائدة المستثمرين العاملين على مستوى ولاية المسيلة، ما يوفر أزيد من 248 منصب عمل. إعلان بانطلاقة جديدة فيما يخص الاقتصاد الوطني، خاصة مع إطلاق المنصة الرقمية اللي ولاية المسيلة كانت من بين الولايات السباقة فيما يخص ضخ العقار المتوفر المهيئ في هذه المنصة، اللي تضمنت 3 مناطق نشاط، منها منطقة نشاط خطوط سيدي الجير، منطقة نشاط ولاية سيدي إبراهيم، ومنطقة نشاط سيدي عيسى. اليوم اللي استلمنا رخص الاستغلال الاستثنائية اللي راح تنقص علينا حوايج بزاف ومشاكل بزاف، بعدما طرحنا الانشغال تاعنا على السيد الوالي يعني، وكانت اذن ساغيه في الحقيقه، كانت اذن ساغيه وكانت بسرعه اللي ما كناش متوقعينها يعني في الحقيقه.